محميات لبنان البرية والبحرية. من يوم كتب التاريخ قصة لبنان كان البحر والجبل هن القصة والحكاية، وكانت الطبيعة نعمة إلهية وجمالية ممنوحة للبنان وللبنانيين لا تقدر بثمن. من هون ومن بعد الحرب والعبث بالبيئة وبالطبيعة صار الاهتمام بحماية الأحراج والأشجار التاريخية والمعمرة ضرورة لحماية الوجه الجميل والكنز الطبيعي اللي بيملكوه اللبنانيين. فتم إنشاء عدد كبير من المحميات البرية والبحرية، أهمها بنتاعل، أرز الشوف، عميق، حرش إهدن، أرز تنورين، حدث الجبة، جزيرة النخيل بطرابلس، اليمونة، شنانعير، وادي الحجير، جبل موسى، والمحمية البحرية موجودة بشط صور. محمية أرز الشوف محمية طبيعية غنية بشجر الأرز، بتنتشر على مساحة 550 كيلومتر مربع بنسبة 5.2% من مساحة لبنان. هالمحمية بتضم غابات أرز الباروك ومعاصر الشوف وعين زحلتا وبمهري. المحمية هي مطرح للأحياء الحيوانية والنباتية، وكمان مكان صالح للطيور وللسياحة البيئية. بتضم 32 نوع من الثدييات اللبونة و200 نوع من الطيور و500 نوع من النباتات. سنة 2005 اعترفت منظمة اليونسكو فيها كمحمية للأحياء. محمية عميق موجودة بوادي البقاع على ارتفاع 900 متر، غنية بالبحيرات اللي بتقصدها الطيور المهاجرة وخاصة البط والأوز ليرتاحوا فيها خلال هجرتهم من الشمال للجنوب وبالعكس. والمحمية ملك لآل سكاف ومحاطة بكروم العنب وبالمزروعات على أنواعها. محمية إهدن معروفة باسم محمية حرش إهدن، كناية عن غابات صنوبرية كثيفة ذات الأوراق اللزجة المخاطية وأشجار أوراق ثابتة وصلبة. فيها 1058 نوع من النباتات، منها 39 من الأشجار، وفيها 26 نوع من الحيوانات اللبونة و156 نوع من الطيور و200 نوع من الفطريات و23 نوع من الحيوانات البرمائية، وبتبعد عن بلدة إهدن 5 كيلومتر. محمية صور البحرية تأسست سنة 1998، وهي المحمية البحرية الوحيدة على الشاطئ اللبناني، وفيها بتوضع زلاحف البحرية البيض اللي بيبقى مطمور تحت التراب وبيتحافظ عليه تتظهر الزلحفة الصغيرة من البيضة وتبلش رحلتها بالبحر. وغير هول جبال ووديان وشواطئ بحرية ومساحات خضرة كتيرة ناطرة دورة لتصير محميات وأمكنة سياحية تجذب السياح للسباحة بالمتوسط وممارسة رياضة المشي بالطبيعة والعيش مع التاريخ.